الرحمن الرحيم. فاليوم عيد عيدين، لان العيد ديال الفطر احتفال المسلمين بهذا العيد هذا، والعيد ديالنا اليوم اللي احتفلوا بنا الناس ديال الجمعيه ديال رجاء الصحراوه. تشكرهم بزاف اننا اعترفوا بالجميل ديالي ولا ديال اللاعب المجيدي. الحمد لله، الله يجزيهم بخير على هذا الاستقبال وعلى هذا، وتنشكر كاع اللي حضروا في هذا الحفل هذا، لا من بعيد ولا من قريب، واللي تعذر عليه حتى هو تنشكروه بزاف، لان حقيقه تيأنب بزاف هذا الشيء، لان تيذكرونا بالحياه القديمه، اللعب القديم. ولكن الحمد لله، نتمنى على الله ان تبقى مستمر هاد التكريمات. كاين وجوه جديده، كاين وجوه قديمه، نتمنى على الله بان هذه الجمعيه هذه تزيد تزدهر، ونتمنى التوفيق للجميع. الحمد لله، العلاقة ديالتنا مع الاخوان اللي هنا في مدينة سيدي قاسم الخارج سيدي قاسم فهي علاقة طيبة. الحمد لله، تنشكرهم بزاف، تنشكرهم على الدعوة، وخا ما تلباش وجاو، فهذا تيبين على الحب والصداقة اللي بيننا وبينهم. نتمنوا على الله انها تستمر، لان هذه هي كرة القدم، لان كرة القدم ديال التعارف وديال الاحبة وديال الاخوة. نتمنى على الله بان كل جميع اللاعبين ولا هذيك يتفكروا بعضياتهم، لان ما دوزوش القليل. نتمنوا التوفيق في الكرة ديالتهم، ونتمنوا التوفيق ديالهم في المسيرة الحياة العادية. السلام عليكم. الفرحة ما غنوصفهاش لكم. كنشكر الجمعية اللي تقدمت وتشرفت هذا الحفل اللي له أثر، غيبقى أثر عظيم عندي أنا بالنسبة لي كشخص، كلاعب، كابن الحي وابن مدينة سيدي قاسم. وكنشكركم بزاف بزاف، وراكم بالنسبة للإخوان اللي جاوا وحضروا معنا لهاد المباراة هذه اللي باش يكرمونا، الله يكرمهم قبل بكل شيء. كنشكركم بزاف، وانا اش نقول لكم، جيت سعيد بالحضور ديالكم وبالشرف ديالكم معنا في هذا النهار هذا، وشكرا لكم جميعا. يلا احنا اليوم في واحد حفل تكريمي ديال جوج ديال نقدروا نعتبرهم اساطير ديال كره القدم الوطنيه، وديال فريق الاتحادي القاسمي المجدي السي محمد وابو الاحمر عبد الكريم. فدأبت الجمعيه ديال الرجاء الصحراوي والتنميه المستدامه والرياضه على تخصيص كل مناسبه تكريم في ثقافة ديال الاعتراف، ما ابدا هاد جل اللاعبين اللي مروا فريق الاتحاد القاسمي. كنحاولوا نفضوا الغبار على اللاعبين اللي تنساو، وتكون هذه ثقافه للجمعيات الاخرى على اساس انها تقدم بعد دير بعض مقابلات تكريميه او ما شابه ذلك، من اجل تكريم هاد العناصر اللي تنساو بزاف. وحنا خدينا على عاتقنا هذه المسؤوليه، ونتمنوا اننا ننجحوا باش نغطيو جميع اللاعبين اللي مكثار بزاف، باش نغطيو جميع اللاعبين اللي تنساو وتا اللاعبين اللي باقيين تيمارسوا. كذلك غنمشيو نشوفوا المؤطرين ونشوفوا كذلك المسيرين، ونكرمهم ان شاء الله في المناسبات القادمه. وكنود نشكر كل الاخوه اللي ساهموا من قريب او بعيد، وكذلك جميع اعضاء الجمعيه على الوقوف ديالهم في انجاح الدوري التكريمي. اولا عيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير. حضوري هنا في ملعب جوهرة ديال مدينة سيدي قاسم من أجل حضور هذا التكريم للاعبين سابقين، أحدهما كنعرفو عن قرب بالأخلاق ديالو، بالكاريزما ديالو، بالتأطير ديالو، بالكفاءة ديالو سي عبد الكريم بن الأحمر، والصديق الآخر سي محمد المجيدي اللي كنسمع به أنه كان من المواهب الكبيرة هنا في مدينة سيدي قاسم. هذه بادرة ديال الرجاء القاسمي، او معروف هنا في سيدي قاسم برجاء صحراوه، الجمعيه النشيطه والجمعيه اللي كدير هذه المبادرات. هو التكريم في الحياه احسن من التكريم في الممات، وهذه بادره جيده ما غتعطي الا دفعه وشحنات غادي يحسوا بها المحتفى بهم، غادي يحسوا بها العائلات ديالهم، غادي يحسوا بها الاصدقاء ديالهم. وبالتالي فالتكريم اللي اصبح موضه ديال الاموات، ف رجاء صحراوه قاموا بتكريم ديال الاحياء وديال الاشخاص اللي هما ماشي عاديين، لا في الطباع ديالهم ولا في الكفاءه ديالهم ولا في العطاء ديالهم. نتمنوا هذه البادرات تشمل عده يعني نجوم اللي كتزخر بهم مدينه سيدي قاسم وحتى النواحي لما لا، وكذلك تعم ارجاء الوطن، لان التكريم خصو يكون في الحياه، هو معنوي اكثر ولكن عنده صدى طيب عند المحتفى بهم وكل من يقرب لهم، سواء من العائلات او الاصدقاء. لذلك فما لبينا الدعوه وجينا مع الاصدقاء باش نحضروا، لان عبد الكريم كتربطنا علاقه كبيره، وحتى الاخوان اللي في رجاء صحراوه كنعرفوهم عن قرب، ناس اللي عمليين، ناس اللي خدامين،
نتمنوا ان نكونوا حتى حنا عطينا اضافه لهذا الحفل هذا المتميز جدا. الحمد لله هذه الشهاده صراحه حدا الله ما نقدرش نوصفهم لكم، ما نقدرش لساني عجز على الكلمات على بالنسبه بالاحمر عبد الكريم بالنسبه للمجيدي. ناس الكره بامتياز ترباو وترعرعوا في الرجاء القاسمي في هذا الرجاء الصحراوي، ومشى من اتحاد القاسمي عبد الكريم الى الرجاء البيضاوي الوداد الفاسي عدد فرق المنتخب المغربي مجيدي كذلك ومثال الفتح الرباطي جمعه السلاويه والمنتخب المغربي. كنتمنى لهم الحظ اللي بقى لهم هذا من العمر ديالهم، نتمنى لهم طول العمر والمزيد من العطاء، ونتمنى للجميع. كنشكر الجميع بالمناسبه هذه، كنشكركم انتوما على هذه المبادره، وكنشكر الوليدات اللي صاعدين في المستقبل ديالنا اللي هما هذ الوليدات ديالنا ديال المستقبل ان شاء الله. وشكرا مره اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدا تنشكروا الاخوه اللي حضروا لهذا الحفل هذا تكريما لواحد الاساطير كره القدم القاسميه اللي هو السي محمد المجيدي والسي عبد الكريم بالاحمر اللي قدموا الكثير للفريق القاسمي والرياضه بصفه عامه. هنا كنا صغار تنتفرجوا فيهم، وحنا جد فرحانين اننا تنكرموا هاد الناس لانهم يستحقوا، ونتمنى ان هذه السنه تبقى على طول العام، يعني كل سنه ان يتفكروا ناس، لان الناس بزاف اللي عطات للرياضه وفي جميع المجالات. تنشكروا الاخوه اللي حضروا اتوا لنا هذا الحفل هذا وساهموا فيه في الانجاح ديالو، وتنشكر اعضاء جمعيه الرجاء الرياضي القاسمي صحراوه، وتنشكر الاخوه الاعلاميين اللي تاهما حضروا وساهموا معنا في تغطيه هذا الحفل هذا، وتنشكروا جميع الحضور وشكرا. عيد مبارك سعيد لجميع المغاربه وجميع الاسره القاسميه وكذا الجمعيه ديال رجاء صحراوه اللي اليوم احتفلت بواحد الجوج ديال اللاعبين اللي كانوا اتوا الفضاء ديالها من كما نقول من الاوائل اللي كانوا في الفريق، وصراحه كانوا خلقا وعلى المستوى الرياضي كانوا كيعطيو الشيء الكثير، ومروا وقت طويل ضمن هذا الفريق. وايضا اليوم حنا كنحتفيو بهم اللي عطاوه للمدينه والرياضه بصفه عامه، وكنشكروا جميع الناس اللي حضروا، وكنشكروا كل من ساهم من قريب او من بعيد في هذا الحفل اللي اليوم الحمد لله كما شاف الجميع كان في مستوى التطلعات ديال الساكنه وديال الناس اللي حضروا، وكنشكروا كل شخص حضر معنا عطانا وقته عطانا سمح في عائلته سيرته. هذا العيد كنعرفوا الناس كتسافر وكتنقل، يعني كنشكرهم بزاف على هذا الاحتفاء معنا والفرحه ديال بهاد اللاعبين. انا جيت سعيد انني متواجد هنا بملعب الجوهره بسي قاسم من خلال المشاركه في حفل تكريم الاخوان اللي هما عزاز عليا، ويعني كان واحد الصدقه كبيره السي بالاحمر ولا السي مجيدي، يعني اللي جاورتهم بفريق حفار القبور يعني لسنوات ثلاث سنوات، يعني ايام العز ديال سيدي قاسم وايام الايام الذهبيه. جد سعيد بالتواجد هنا، وكنود انني نبلغ ولا نوصل ولا نشكر الجمعيه ديال رجاء صحراوه اللي قامت واللي شرفات على تنظيم هذه البادره ديال التكريم للاخوين الاعزاء. يعني هذه كتدخل في ثقافه الاعتراف، وثقافه الاعتراف هي واحد الفعل اللي هو سامي، يعني نظرا لما قدمه الاخوان في الميادين وخاصه بفريق اتحاد سيدي قاسم كانوا من بين العناصر المتالقه وعاشوا ايام زاهيه مع الفريق. كنشكرهم وكنشكر الحضور الكريم، وانا كنعاودها وكنكررها، جيت سعيد بالمناداه ديالي المناداه عليا لانني نشارك في هذه البادره هذه. شكرا لكل الناس اللي سهرت على تنظيم هذا الحفل، شكرا اللي حضرات والناس اللي فكرت فينا. ممتن اليوم بحضوري مع المشاركه مع تكريم ديال الاخ محمد مجيدي والاخ عبد الكريم بالاحمر في ملعب جوهره، اللي فرحه كتعمني انني كنشارك معهم في التكريم ديالهم بجوج، وهذه يعني لقاء تجمع بين الاخوان اللي هما قدامى لاعبي قدامى كعبد الكريم الدراوي كالفقيري وعده لاعبين. واليوم يعني هو لقاء خاص
كنشكر بزاف يعني الجمهور، وكنشكر التنظيم، وكنشكر الاطار الصحفي والمراسلين. ندخلوا دابا ندخلوا.